مشاهدي الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم. ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ رشدي الدقن، مدير تحرير جريدة روز اليوسف. أستاذ رشدي أهلا بك. أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. هنبتدي جولتنا الإخبارية بخبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة، وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتحميلها عبر حاملة المروحيات طراز مسترال لإرسالها بحرا. وفي سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم للمعاونة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة. أستاذ رشدي، خليني أتكلم. يعني إحنا شايفين أن مصر بتقدم مساعدات للشقيقة ليبيا في المصاب الجلل اللي هي فيه، لكن لما أنا بقرأ الخبر وشفت نوعية المساعدات، مصر عارفة تبعت إيه وعارفة تبعت إزاي؟ يعني هي مش مجرد أنا بعت مساعدات وخلاص، لا، يعني مثلا أنت بتتكلم على المسترال بحرا، بتتكلم عن القوافل عبر منفذ السلوم برا، وما أدركنا بهذه المنطقة، المنطقة الغربية عندنا بحدودنا مع ليبيا احنا عارفين ودارنا قريبة مننا ايضا. يعني مثلا لما قريت ان مصر بعت فرق بحث وانقاذ وهم ما احوج ليهم في ده، شايف بقى دول العالم وهي بتقدم المساعدات، هل بتقدم المساعدات الصحيحة لليبيا في الوقت الحالي؟ طيب خلينا بس في الأول نتوجه يعني بعزاء لأهالينا في ليبيا وفي المغرب بسبب الزلزال وأحداث ديرنا، لكن يعني عايز أتكلم في جزء ديرنا تحديدا، يعني القلق اللي حصل في العشرين سنة الأخيرة، في العقدين أو العقد الأخير على الأقل العشر سنين الأخيرة، خلى ما فيش بنية تحتية، خلى في أزمات كثيرة. عايز أقول لحضرتك أن في 300 ألف مواطن ليبي كانوا محتاجين مساعدات حتى من قبل هذه الكارثة. أنا بعتبر الكارثة اللي حصلت هي إنذار كبير أو جرس إنذار كبير للتغيرات المناخية، وده هيخلينا نرجع لكوب 27 اللي حصل في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، ويعني مصر إزاي كانت بتركز على الدول النامية وتأثير التغيرات المناخية على الدول النامية، وكان في صندوق مقترح للأضرار، وأعتقد إن دي كانت خطوة مهمة جدا وكانت من أهم الحاجات اللي اتعملت فيما يخص كوب 27. الأحداث في ديرنا خلينا نتكلم إن مصر بعت حاجات بشكل مركز وبشكل ممنهج، لأن إحنا لو شفنا مثلا حتى التصريحات متضاربة جدا، يعني في كلام إن هم 3000 يعني شهيد نحسبهم عند الله شهداء، يعني في ناس بتتكلم في 6000، وده السفير امبارح قريت الهلال الأحمر بيقول 11000 11000 لا يعني 500 يعني 11500 عمدة ديرنا بيقول 20000. هي الارقام كلها ما حدش قادر يوصل لرقم محدد، لانه في مفقودين كتير حتى اللحظه دي. بالظبط، وبعدين هو كمان المد والجزر اللي حصل، يعني في الاضرار، في جثث اتشالت 100 كيلو، يعني اتحركت 100 كيلو بسبب في عرض البحر. في عرض البحر. فبالتالي في كارثه انسانيه حقيقيه في المكان ده. لما الدوله المصريه والسيد الرئيس بتوجيهات السيد الرئيس بتبعت فرق انقاذ، الجيش المصري دخل فعلا، يعني فرق الجيش المصري دخلت الاربعاء الماضي، في عمليات انقاذ بتبدا، في عمليات دعم لوجستي كبيره جدا، الفرق داخله، في فرق طبيه وفرق هندسيه ودعم لوجستي، وفي مسترال حضرتك كنت لسه بتتكلمي ان هي تتحول لمستشفى ميداني سريعا للتخفيف عن الاعباء. العالم بيتعامل مع ليبيا بمنظور مختلف عن مصر. مصر ليبيا لازم نبقى متأكدين انها امن قومي مصري، يعني ليبيا السودان امن قومي مصري،
فبالتالي التعامل مع ليبيا مش من منطلق بس ان احنا مساعدات، لا، ده هو اولا واجب، ثانيا هو ضمان للامن المصري، ثالثا فكرة ليبيا هي مسرح عمليات كبير للكثير من الدول، ويمكن مصر دايما بتنادي بخروج المرتزقة من ليبيا، يعني قبل كده السيد الرئيس لما حط خط أحمر وقال ده خط أحمر. هناك دول كثيرة بدون تسمية هذه الدول يعني بتحاول تلعب في هذا الوقت أو استغلال الكارثة الإنسانية لتحقيق مآرب سياسية. الدولة المصرية ما بتتعاملش بهذا المفهوم، الدولة المصرية بتتعامل بمفهوم مختلف، بمفهوم التعاون والتشارك، مفهوم المواطن الليبي أولا وأخيرا يعني. بالتأكيد طبعا بالتأكيد المواطن الليبي له أولوية. خليني أكلم حضرتك كمان في جزء مهم فيما يخص المناخ، التغيرات المناخية هتعمل كوارث أخرى علينا أن احنا ننتبه ليها، الدولة المصرية كانت منتبهة ليها في كوب 27 زي ما قلت، لكن كمان يعني فكرة حتى الدفن الجماعي، لان مفيش بنيه تحتيه في دورنا، مفيش في اقتتال داخلي، فيه حكومات متعدده. في خبر انه عدد من يعني من الاطفال الليبيين جالهم تسمم من الميه، ده حقيقي. ما هو لان في هنبتدي نشوف تبعات ده كمان يعني، بالتاكيد، لان في 1000 جثه عملوا لها مقبره جماعيه، ده بينذر نفسيا لاهالي الناس دي هتتعامل ازاي فيما بعد، حتى صحيا وبيئيا في كوارث اخرى ممكن ان تحدث. صحيح. أرجع لخبر آخر، حيث يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعالياتها في 18 من سبتمبر الجاري. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لا سيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف. أستاذ رجي، يعني أنا معلش أنا مش مفروض أن أنا أقول رأيي، بس أنا عنوان الدورة دي عكس الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني لما تبقى عنوان الدورة دي إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي، أي تضامن يتحدثون عنه؟ أي تضامن في ظل حرب؟ يعني خليني أقول العالم منقسم إلى قسمين في هذه الحرب. أي تضامن عالمي في ظل وضع في أفريقيا، في عدد من الدول الأفريقية وضع صعب للغاية، ونتيجة يعني خليني أقول لمعاناة الأشقاء الأفارقة من استعمار بشكل أو بآخر، مش لازم يبقى الاستعمار ده. أي تضامن عالمي يتحدثون عنه؟ هو خليني أقول لحضرتك، يعني أخذ من كلام حضرتك وأقول لك فعليا إحنا في مرحلة غريبة بشكل كبير جدا. يعاد تشكيل خريطة الدول، يعاد تشكيل حتى النفوذ، هناك حرب باردة بتشتغل بشكل كبير جدا، للأسف إن الحديقة الخلفية بتاعتها هي إفريقيا والمواطن الإفريقي، وده نابع لنزاع على الثروات وليس أكثر. يعني لو اتكلمنا على كل اللي بيحصل في إفريقيا، هتلاقي فاجنر، هتلاقي أمريكا، هتلاقي فرنسا، هتلاقي الصين، هتلاقي روسيا، يعني فاجنر ممثل لروسيا، لكن إلى حد كبير هذه الدول تتصارع في هذه المنطقة علشان الذهب، اليورانيوم، علشان الموارد الطبيعية، علشان كمان سيطرة على التجارة والنفوذ. فبالتالي أعتقد أن يعني دورة الأمم المتحدة هي محاولة للتوافق والوصول لحلول فيما يخص شكل العالم الجديد. خلينا نتكلم من منظور السيد سامح شكري. توافق الأمم المتحدة ولا توافق الدول؟ الدول، الدول وليس الأمم المتحدة. هي أنا أعتقد إلى حد كبير هذه الاجتماعات بتبقى إلى حد كبير روتينية شكلية. شكلية إلى حد كبير، لا ننتظر منها خيرا كثيرا، لن تصدر توصيات براقة، لكن هي غير قادرة على تنفيذها. لو ابتدينا نتكلم مثلا على القضيه الفلسطينيه، شوفي حضرتك كم قرار طلع، ايه اللي تنفذ منه؟ هي قراراتها غير ملزمه للدول بالظبط. فهو حضرتك هي
أقرب للشكل، أقرب للاجتماعات، لكن بيحصل في هذه الاجتماعات توافقات أخرى. يعني إحنا عندنا السيد سامح شكري هيبقى فيه حاجة فيما يخص إحياء عملية السلام، هيبقى فيه حاجة فيما يخص دول الجوار علشان السودان، هيبقى فيه حاجة على الاستثمار وعرض رؤية مصر أو قدرة مصر على الاستثمار في المرحلة الجديدة. هو أقرب لاجتماع يعني مش عايز أقول يعني تشاوري، لكن هو لا أقرب الاجتماع لفرصة للتلاقي، وإن يبقى فيه حوارات، لكن هيبقى فيه اتفاقات، وهيبقى فيه يعني عملية تحديد نفوذ إلى حد كبير. يعني بعد شوية في بايدن هيروح وهيقابل دول شرق آسيا، هيقابل رئيس وزراء إسرائيل، هيقابل يعني هذه اللقاءات هي تحديد نفوذ ليس أكثر. أما إذا كنا هننتظر منها يعني أفعال على الأرض، لا أعتقد، وهي عمرها ما عملت حاجة عظيمة هذه الاجتماعات. لكن مشاركة المصرية طبعا مشاركة مهمة، المحاولات أو اللقاءات المحددة للسيد سامح شكري وزير خارجيتنا بتنم على حتى توجه الدولة المصرية. يعني في الإرهاب برضو بنتكلم، في لقاء الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي، في دول الجوار، في القضية الفلسطينية، الأساسيات بتاع الخارجية المصرية، يعني أساسيات الخارجية المصرية اللي هي كمان الناس عارفة من قبل ما نروح هي إيه. يعني مصر لو هنتكلم في إحياء عملية السلام، فمحدش هيتكلم غير في دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، وده دايما الدولة المصرية بتعلن ده بشكل واضح ومحدد. لو هنتكلم على دول جوار السودان، الدولة المصرية واضحة ومحددة، لا تقسيم للسودان، خروج أي قوات غير سودانية، إن السودان دولة موحدة. ده أبجديات السياسة الخارجية المصرية، وأعتقد إن ده اللي هيتقال برضو، هيتأكد عليه مرة أخرى أو مرة ثالثة ورابعة وخمسة وعشرة، لأنه دايما الدولة المصرية بتكرر هذه الأبجديات. طيب خلينا نقول إن الدورة دي يعني هي الخلافات ما بين الدول أصبحت ليست في الخفاء، بقت على السطح. يعني وإحنا يعني شفنا يعني مثلا في الجي 20، يعني مثلا ما لقيناش لا الرئيس الصيني ولا الرئيس الروسي ولا، وبالتأكيد لما نشوف في الأمم المتحدة أكيد هنتابع نشوف الوضع مين هيحضر مين مش هيحضر. طيب هل يعني عايز أقول إنه الخلاف ما بين الدول بقى على السطح زي ما قلت، لكن هنتصرف إزاي؟ يعني إحنا في وقت شديد التعقيد. هو وقت شديد التعقيد فيما يخص يعني العالم، لو حضرتك شفتي الخريطة بشكل عام، العالم ملتهب في كل مكان. تمام؟ في هذه الأوقات بيبقى في محاولات بشكل أو بآخر لكسب نفوذ. كسب نفوذ يعني روسيا هتضم على الصين في حاجات، وهتبقى ضد الصين في حاجات. يعني مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية الصين كانت واقفة طول الوقت على الحياد، لأن مليارات التبادل التجاري بينها وبين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي لم تخسره. ولكن في نفس التوقيت هي يعني كوريا مثلا، الصين، روسيا، إذا اعتبرنا ده محور جديد يعني يتشكل أو محور يعاد تشكيله، لأن الحرب الباردة هتبقى ما بين الطرفين دول، الاتحاد الأوروبي وأمريكا من ناحية، روسيا وكوريا الشمالية والصين من ناحية أخرى. كل دولة من دول بتحاول توسع نفوذها فيما يخص مصالحها، يعني فيما يخص مصالحها هي، وإذا تعرضت المصالح حتى مع الدول المشتركة بيبقى في أزمة. يعني أمريكا قبل كده كان في أزمة مع ألمانيا أيام السيدة ميركل، لما خدت أو كانت بيعملوا خط الغاز الرئيسي، اللي كان أحد الأسباب اللي كان أحد الأسباب على ما أعتقد اللي عجلت بالحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد كمان أنها ستمتد يعني فترة أطول، هي استنزاف للغرب واستنزاف لأمريكا. روسيا يعني بتتحرك في هذا الملف بمفهوم أن أوكرانيا هي حديقة خلفية، هي أحد دول الاتحاد السوفيتي السابقة، وبالتالي هي في يعني تقارب ما أو بشكل أو بآخر ما بين حتى المواطنين، ما بين العرق، ما بين اللون، ما بين اللغة، فبتتعامل مع هذا الملف بحساسية شديدة. في تأثير للعالم كله بقى بسبب هذه الحرب، تأثير اقتصادي يعني حتى بتطال مصر منه جزء كبير. في العالم كله في أزمة في الغذاء، في أزمة في الطاقة، وأعتقد هي دي أساس الصراع اللي موجود دلوقتي على الأرض فيما يخص النفوذ أو الحرب الباردة. نعم، الطاقة والغذاء. طيب خليني أنتقل لموضوع آخر، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم 29 مليون خدمة طبية ضمن حملة
100 يوم صحة حتى أمس مكانا. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية. وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية. ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة. عايزة أخد من الجملة اللي هي الأخيرة أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة. هو ده السلوجن أو هو ده الشعار أو هو ده اللي مفروض، هو ده يعني مفهوم الدولة المصرية أو تحرك الدولة المصرية فيما يخص هذا الملف. خلينا نتكلم على المبادرات الصحية. هي مبادرات ليست 100 يوم صحة فقط، هي مبادرات رئاسية كثيرة جدا. خلينا نتكلم على القضاء على فيروس سي ووصل لأبعد أماكن في الدولة المصرية وامتد لإفريقيا وامتد للدول العربية. خلينا نتكلم على صحة المرأة والمبادرات الكثيرة التي حدثت لصحة المرأة، تقزم الأطفال ونظر الأطفال، قضايا كثيرة صحية محطوطة في أولوية الدولة المصرية، الرعاية، قوائم الانتظار والقضاء على قوائم الانتظار. دي كلها بتصب في خانة واحدة اللي هو المواطن، المواطن أولا، وإن صحة المواطن المصري لها أولوية، لأنها يعني خليني أستعير لفظ سياسي جدا، هو أمن قوم. يعني صحة المواطن المصري هي أمن قوم، اللي هيعرف الجينات بتاعتك وخريطة الجينات بتاعتك والأمراض اللي عندك ممكن يتعامل معاك بأكتر من شكل كدول معادية. يعني الدولة المصرية منتبهة جدا لما يخص حتى الأجيال الجديدة فيما يخص الصحة. احنا عندنا 20 مليار تقريبا اتصرفوا في المبادرات الرئاسية الصحية، عندنا 100 مليار عشان يوصل لحضرتك زي ما قلت السلوجان المواطن الذي لم يكن على اهتمام الدولة في فترات طويلة، المواطن اللي لا يستطيع في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة. ده حقيقي، هو ده مفهوم الدولة عن الصحة في هذه المرحلة. كمان خلينا نتكلم في الجزء ده، ان صحة الأطفال مهمة، صحة الأم مهمة، صحة الشباب المصري مهمة. ولو احنا حطينا زي عملية بازل كده سريعا هنكتشف ان مغطية كل المواطنين المصريين. يعني عملية المبادرات الصحية المصرية حاليا مغطية أو بتغطي، إذا قلنا مثلا في 95 مليون آخر رقم أفتكره استفاد من المبادرات الصحية، 95 مليون مصري من 105 مليون مصري عددنا، فده بالتالي إحنا محققين نسبة تقترب من 95-97%. فدي مبادرات مهمة جدا، وأنا يعني خليني أوجه تحية لكل الأطقم الطبية المصرية ووزارة الصحة المصرية على هذا المجهود العظيم. صحيح. ممكن ننتقل للشأن الدولي، حيث أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع الأسبوع المقبل برؤساء 5 دول في آسيا الوسطى. وقال سوليفان في مؤتمر صحفي، سيجتمع الرئيس بايدن برؤساء 5 دول في آسيا الوسطى، هي كازاخستان وقرغستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وستكون هذه أول قمة رئاسية على الإطلاق بصيغة مجموعة 5+1. وسيعقد الاجتماع في نيويورك، حيث يسافر بايدن للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعتزم هناك أيضا الاجتماع بالأمين العام للمنظمة أنتونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أشار سوليفان إلى أن بايدن سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل، وقال سيعود الرئيس بايدن من نيويورك إلى واشنطن لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس. مستشار الأمن القومي بدينا كده إيه جدول جو بايدن الأسبوعي. صحيح. يعني الفترة القادمة ماشي. يعني لما بنتكلم آسيا الوسطى، أنا
برجع انكش هناك. اه بالظبط. يعني أيوة. انا دي خليها اقولها بالدارج، انا برجع انكش في الحته دي هناك تاني. صحيح. يعني يعني ده الملعب الخلفي او الحديقه الخلفيه الاثنين، روسيا والصين. بالظبط. هنرجع تاني لفكره الحرب البرد. اه انا برجع، انا حاولت الاول مع تايوان. الدنيا لعبكت شوية، ما جابتش النتيجة قوي يعني، جالها التهديد العنيف يعني، فنلعب بقى من حتة تانية. صحيح. طيب صحيح. ماذا تريد أمريكا؟ أمريكا بتريد أنها تبقى متواجدة في المنطقة دي تحديدا. المنطقة دي مهمة جدا، مش بس لأمريكا، هي مهمة جدا للصين، مهمة جدا لروسيا. المنطقة دي تقريبا يعني ابتداء من 2005 بدأت القوات الروسية تحدث نفسها، وبدأ يبقى عندها قوة بحرية عظيمة. وفي الوقت ده حتى وزير الخارجية الأمريكي قال اللي بيملك البحر بيملك اليابسة. أمريكا في المنطقة دي مش أول مرة، يعني وزير الخارجية الأمريكي في شهر مارس اللي فات عمل اجتماع مع خمس وزراء دول نفس هذه الدول، وبدأ يبقى فيه اتفاقات ما تعاون اقتصادي. هذه الدول أديرت بشكل أو بآخر من الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الدول كمان مش على اتفاق، يعني هذه الدول في خلافات حدودية، في بوتين قدر يحل خلافات حدودية قبل كده ما بين بعض هذه الدول. روسيا بتتعامل معهم برضو على انهم ميراث شرعي للاتحاد السوفيتي. امريكا بتحاول فضلت لفترة طويلة لحد ما جت ادارة بايدن متجاهلة هذه المنطقة. لو افتكرنا طريق الحرير، ده جزء مهم من طريق الحرير اللي وقفت فيه أمريكا أو حاولت تلعب فيه بشكل أو بآخر. الملعب الخلفي لروسيا والصين الهدف منه الرئيسي هو يعني زي ما نقول كده بالبلد تنغيص حياتهم، يعني أنا موجود وشوكة في ظهرك وموجود في هذه المنطقة. طيب هذه الدول هل تستطيع أن هي تبقى شوكة حقيقية في ظهر الاتحاد السوفيتي؟ خليني أقول لحضرتك بمنتهى الأريحية، لا. لأسباب كثيرة. أضعف بكثير من هم يكونوا شوكة. بالضبط. لا، وهو كمان ممكن القلاقل تقلقهم، لكن كشوكة بمعنى شوكة بتهيألي صعب. علاقته بروسيا أهم بكثير. خليني كمان أقول لحضرتك، لما حصل في 2022 بعض المظاهرات وبعض نفس فكرة يعني يشعل المظاهرات ويعمل مشاكل، كانت روسيا بتتهم أمريكا بشكل رسمي إن هي وراء هذه المظاهرات ووراء هذه القلاقل. طيب هي أمريكا في المرحلة دي عايزة إيه من المنطقة دي؟ بجانب إن هي تبقى شوكة في ظهر روسيا والصين، هي محتاجة الغذاء ومحتاجة الطاقة، لأن في أزمة طاقة كبيرة. هذه الدول ممكن توفر لها هذه الطاقة وهذه الغذاء. والدول دي غنية بالطاقة. غنية بالطاقة. نعم. وغنية بالغذاء. نعم. فبالتالي هو بيحاول يعمل علاقات ما يعني شكلها أو السلوجان بتاعها اقتصادي، لكن هو الهدف سياسي. صحيح. تماما يعني. طيب برضو من ضمن الجدول اللي دهولنا جاك سوليفان عن الرئيس بايدن، انه حيلتقي بنيامين نتنياهو، وانت عارف بنيامين نتنياهو ما راحش لبايدن، ما راحش البيت الابيض. هو طبعا هو هيلتقيه خلال الاجتماعات اللي هي الاجتماعات الاجتماع السنوي للجمعيه العامه للامم المتحده. صحيح. صحيح. لكن ممكن اللقاء ده يعني يدوب الجليد بعض الشيء يعني مع بايدن. خليني اقول لحضرتك، هو ممكن يبقى كشخص بايدن يبقى فيه جديد، لكن العلاقات الامريكيه الاسرائيليه طول الوقت القنوات شغاله بشكل طبعا جيد جدا. كاداره امريكيه. صحيح. نعم. صحيح. لكن كمان فكره ان احنا يهمنا في الحكايه دي القضيه الفلسطينيه، يهمنا الملف الفلسطيني. هل بايدن قادر على اعاده احياء السلام في طريقه في ظل وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ اعتقد لا، اعتقد، لان في اشياء كثيره تعرقل الجهود المصريه. ما احنا قلنا وزير الخارجيه المصري برضه هيبقى في نفس الجامعه العامه للامم المتحده، لقاءات فيما يخص احياء عمليه السلام. احياء عمليه السلام بيقف ضدها حاجات كتير. اولا اداره نتنياهو العنصريه الاستعمارية التوسعية، ويعني ممكن نقول عليها حاجات كثيرة. الحكومة اليمينية اللي موجودة. صحيح. أساسا يعني انقسام فلسطيني للأسف الشديد بشكل أو بآخر، لابد أن نعترف أن الانقسام الفلسطيني أحد الأسباب برضو لتعطيل إحياء عملية السلام. خلينا نقول لحضرتك، هو بيبقى يعني أعتقد فيما يخص نتنياهو هيبقى لقاء بروتوكولي أكتر منه أي حاجة تانية، لكن مع زيلينسكي ومع دي سيلفا. لا، دي سيلفا تحديدا، نفتكر بريكس، ان دي سيلفا الدوره الجايه
لا ده يعني احد الدول المهمه، البرازيل احد الدول المهمه، فامريكا بشكل او باخر بتحاول برضو يعني تفتح لها مجالات، مش هقول تعاون على قد ما هقول ان هي محاولات لفرض رؤيه او على الاقل عرض رؤيه امريكيه لما يحدث في العالم. صحيح. وبرضو أنا أرجع لموضوع لقاء مع نتنياهو، أعتقد أن بايدن في خلال المرحلة القادمة بيحاول كسب ود أكتر الجانب الإسرائيلي، لأنه هو دخل على انتخابات. صحيح. فالانتخابات برضو ليها شكلية معينة مختلفة. صحيح. وتأثير اللوبي اليهودي هناك قوي قوي جدا. بالتأكيد. صحيح. بالتأكيد. طيب، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن الولايات المتحدة تراقب العلاقات الروسية الكورية الشمالية، لأن روسيا في وضع يائس تماما وتسعى للحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية. أشارت سينغ في تصريح صحفي وفق ما جاء على موقع البنتاغون الإلكتروني أمس الجمعة إلى أن أي دولة تدعم روسيا في حربها غير المبررة على أوكرانيا لن تؤدي بالطبع إلى إطالة أمد الصراع فحسب، بل ستشارك بشكل مباشر في قتل المدنيين اليوكرانيين الأبرياء وأولئك الذين هم في ساحة المعركة. السيدة سيرينا اللي هي المتحدث باسم البنتاغون، أنت موافق حضرتك على أن هي بتقول أن من يدعم روسيا في حربها غير المبررة على يوكرانيا، أو أن روسيا في وضع يائس؟ انت شايف المنظور ده اللي هي شايفه؟ يعني خلينا نتكلم على الارض. هو على الارض هل روسيا في وضع يعني يكاد ان ينهزم؟ اول حرب روسيا الاوكرانيه، خلينا اتفق مع حضرتك او اقول لحضرتك ان احنا ليس فيها يعني مهزوم ولا فائز، وهذا الصراع سيمتد طويلا بقرار من روسيا مش بقرار من الاتحاد الاوروبي. اولا هو استنزاف للاسلحه الروسيه، للاسلحه الامريكيه. لو تابعنا هنلاقي ان معظم الاسلحه الحديثه او الجديده اللي وافقت امريكا انها تديها لاوكرانيا في حربها كانت بتبقى عند روسيا بعد ساعات من دخولها، فبتقدر تدرسها، بتقدر تعرفها. روسيا قادره تدير هذا الملف بشكل جيد. كوريا الشمالية يعني ما أنا مش عارف، هو التصريح ملتبس عليا جدا لسبب. هو كوريا الشمالية إيه علاقتك؟ يعني إيه علاقة كوريا الشمالية بأمريكا؟ إيه العلاقات القوية بينهم؟ هل هناك علاقات قوية؟ هل أنت هتهدده بأن يبقى في فرض عقوبات؟ ما هو في فرض عقوبات عليه. لا، علاقة لو كلمنا على كوريا الشمالية، كيم إل جونج كان يعني كانت في محاولات أيام الرئيس ترامب. صحيح. وكان صحيح. في كذا لقاء. وحصل تقارب. حصل بعض، يعني نقول شوية يعني صحيح. حصل بعض التقارب، لكن في الإدارة اللي موجودة دلوقتي ما تهيأليش. لا، لأن ترامب كان بيدير أمريكا بفكرة رجل أعمال. نعم. فكرة المصالح. لما جه الدول العربية فهو عارف هو عايز إيه من الدول العربية. في القضية الفلسطينية وعايز إيه من القضية الفلسطينية. بس هي كانت ناجحة بالنسبة للأمريكان. بالنسبة للأمريكان جدا طبعا. بالتأكيد طبعا. خلينا أقول لحضرتك إن واشنطن بوست عاملة ملف كبير جدا من أسبوع 10 أيام على إدارة بايدن، إن دي أسوأ فترة بتمر بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العاطلين بالملايين، إن الرعاية الصحية في الحضيض، إن هم يعني الأمريكان مستائين جدا أو في حالة مزرية جدا فيما يخص إدارة بايدن، وكانوا شايفين إن إدارة ترامب كانت أفضل كثيرا بالنسبة ليهم فعلا زي ما حضرتك بتقولي. ويمكن ده جزء من اللي يعني لو ربطناه بعملية القبض على ترامب أو محاكمة ترامب، هنعرف إزاي هو الإدارة الأمريكية بتحاول يعني تجميل وجه بايدن على أمل الانتخابات القادمة. لكن لو رجعنا لكوريا الشمالية، أنت مش هتقدر تفرض عليها عقوبات أكتر من اللي أنت فرضها عليها. روسيا ما اعتقدش انها محتاجه سلاح كثيرا من كوريا الشماليه، ده روسيا دوله منتجه للسلاح. ما اعتقدش ان الحرب الاوكرانيه تكاد او توشك ان تنتهي، يعني او ان كفه اوكرانيا راجحه في هذه الحرب. فبالتالي انا اعتقد الخبر هو يعني الى حد ما اعلان وجود، او ان احنا متابعين للموقف، او ان احنا عينين شايفين اللي بيحصل. لا أكثر. بس الكوميدي في الموضوع انه هذه الحرب غير المبرره لن تؤدي بالطبع الى اطاله امد الصراع فحسب، بل ستشارك بشكل مباشر في قتل المدنيين اليوكرانيين الابرياء. هو من امتى؟
من امتى انتوا باصين على المدنيين؟ احنا لو حسبنا عدد المدنيين الابرياء صحيح يعني ممكن نحسب بقى اعداد بالملايين 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 في, يعني في افغانستان في العراق. متى البنتاغون باصص على المدنيين الابرياء؟ هو لا ينظر على المدنيين غير على المدنيين الامريكيين، لكن باقي العالم فهو بالنسبه له يعني لو حضرتك رحتي اكيد سافرت امريكا فيقول لك ما دون الامريكي يجي الناحيه دي والامريكي يجي الناحيه دي عشان يعدي. يعني هو هذه النظره الاستعلائيه موجوده طول الوقت، يعني هو شايفك ازاي، دي مشكله كبيره جدا. وعشان كده بعد 11 سبتمبر هم لما عملوا بيوت التفكير بدات لماذا يكرهنا العالم، لان في حاجات كتير جدا لازم العالم يكرههم فيها، ده جزء منه الاستعلاء، هذه النظرية الاستعلائية. هذه النظرة المغايرة كمان، هو شايف إيه؟ إن الحرب في أوكرانيا غير مبررة، والحرب في أوكرانيا هي قتل المدنيين. يعني ده هذه هي أمريكا. طيب أنتقل، أنا ما زلت في الشأن الدولي، حيث قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أمس الجمعة: إنني واثق من أن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا أدنى من العدد الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأنن وفق موقع اليوم 24 المغربي. وأضاف جريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلال مؤتمر صحفي: نتوقع ونأمل استنادا إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة اليوم أو غدا، أعني بذلك قريبا جدا. وأكد أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر من المغرب سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين. طبعا المغرب يمكن إحنا أحداث ليبيا خدتنا بعد كده، بس المغرب برضو الزلزال اللي حصل فيها هذه الكارثة، لأنه برضو خلينا نقول إن في قرى بحالها راحت، زلزال كمان قوته كانت عنيفة جدا، يعني 7 درجات قوة عنيفة. لكن عايز أقول أنه برغم هذه المأساة الإنسانية اللي في المغرب، إلا أن الإدارة المغربية وإحنا شايفين لا تتقبل أي مساعدات. يعني هي برضو بتاخد الحاجة بحرص شديد جدا. هقول لحضرتك، احنا خلينا نتكلم ان في 3000 تقريبا بسبب الزلزال يعني بنعزي اهاليهم واهالينا في المغرب. لكن فيما يخص المساعدات تحديدا فيها لعبه سياسيه، يعني هي لعبه سياسيه كبيره. المغرب اولا كونها موجوده في منطقه زلازل اصلا، في منطقه فيها محيط وبحر، فهي معرضه دايما لده، وعندها خبره كبيره في التعامل مع هذا الملف. وفي الآخر هي دولة ذات سيادة، من حقها يعني ترفض أو تقبل المساعدات وأيا كانت هذه المساعدات. لكن فيما يخص هذا الملف تحديدا، وأنا أعتقد أن ده جاي في سياق الدولة الفرنسية. الدولة الفرنسية عرضت مساعدات بشكل أو بآخر على الدولة المغربية أو المملكة المغربية، المغرب رفضت. العلاقات الفرنسية المغربية متوترة أصلا، وهم اعتبروا او المغرب اعتبر او الاداره المغربيه اعتبرت ان ما زال فرنسا بتتعامل معاها على انها مستعمره وليست دوله ذات سياده. الملفات نفس الموقف مع الجزائر. ما هو الملفات المتقاطعه في السياسه اثرت على الملفات يعني على المساعدات او قبول او رفض المساعدات. وعلشان كده هو مش بس فعلا مش الجزائر وفرنسا بس، في دول كتير المغرب رفضت تاخد منها معونات من هذا المنطلق، من منطلق ان في محاوله لاستغلال هذا الوضع الانساني. خلينا اقول ان دي بتبقى من المحاولات يعني الرديئه، المحاولات يعني مش عايز اقول الفاظ سيئه، بس هي فعليا يعني من المحاولات السيئه جدا انك انت تستغل موقف انساني. المفروض انك تتعامل ب موقف انساني بحت في هذا الملف يعني او في هذه الكارثه، تتعامل معاه على انه فرصه لتحقيق اهداف او مآرب سياسيه ايا كانت هذه الاطراف اللي بتحاول يحصل ده. هيفضل ان المغرب دوله لها سيادتها، من حقها ترفض او تقبل. نتمنى ان يعني الأوضاع على الأرض تكون جيده، وان يكون حصل يعني عملية تنمية سريعة أو عملية تدارك سريع لما حدث من الزلزال، لأنه كارثة طبيعية. ونتمنى الخير دايما لأهلنا في المغرب يا رب. الكاتب الصحفي أستاذ رشدي محمود، مدير تحرير جريدة روزاليس، فأنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا، أهلا بحضرتك.
مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه. دلوقتي هنتابع تقرير عن مبادره كلنا واحد اللي قامت من خلالها وزاره الداخليه بتوزيع عبوات سلع غذائيه ومستلزمات مدرسيه على المواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا بمختلف المحافظات لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين. نتابع. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. السيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط، الناس المحترمه، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي، ودي الحفيده شنطه. كل سنه وانتم طيبين، واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكايه مستمره من سنين. كنت قاعده انا واولادي وفجاه لقينا الصديقات داخلين علينا بشنط لاولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا لهم، واحنا بنشكره. وشرطه شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. شكرا يا ريس على الشنطة بتاعت المدارس، شنطة طيبة. بلدي دي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية، بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة، ونشكر الرئيس. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هنديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة، والشنط اهيت مع اولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا عيالنا شنط المدرسة، واحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا، وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الاعياد ما سبناش خالص، في الاعياد ومناسبات ودي لعيالي حاجه المدرسه واشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا، في اي وقت واي مناسبه بيجي برضو يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. شكرا يا رئيس، كل سنه وانت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا رئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دين. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن. دي حاجة بسيطة كده يا سيادة الرئيس ليك. الله يجعلك ميكون عليكم يا رب. أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. السيد الرئيس المدرس بالصحة يا رب. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هنديلك عينيا وقد المسؤولية،
وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة طيب. محتاج اي حاجة؟ الله يخليك. وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة طيبين. طيب ربنا يخلينا نسيب. الله يخليك. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة، على دخلة رمضان، على دخلة العيد، على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة، وكنت محتاجة كراريس، وكنت محتاجة أقلام، وكنت محتاجة لهم حاجات كتير، والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم، انتوا جايين من آخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميلة دي، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلنا مؤمنين.